انطلاقاتنا مستمرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وهي انطلاقة سادس أشواطنا تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الجميلة التي نتابعها بالأداء، نتابع شرهان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سعيد بن سالم بن عامر العامري من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة، شاهين في المركز الثاني، أحمد بن عبد الله بن مبارك بن كريثم لقتبي من يأتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث شاهين سعيد بن محمد بن قضيب العليلي من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. وهناك ملقم لمطر بن علي بن غدير بن محمد هنا أيضا نكتبي هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ويأتينا هناك شاهين لزايد بن عبد الله بن راشد اليحيائي على المركز هنا أيضا الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات، ولكن شرهان على الصدارة، شرهان على المقدمة على المركز الأول بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. ما شاء الله زاد من سرعته بدون أي أوامر، أداء تلقائي وعرض جميل. إذن شرهان سعيد بن سالم بن عامر العامري يبغي النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا لأبو سعيد هناك على هذا الانطلاق، سالم بن عامر العامري، شكرا شكرا على الهاتريك أيضا بهذا الصباح الجميل هنا والانطلاقات والتحديات. تهانينا لسعيد بن سالم بن عامر العامري على فوز شرهان بالمركز الأول وبدون أي أوامر. تذكر المركز الثاني، وصل شاهين عبد الله بن علي احمد بن عبد الله بن مبارك بن كريثم. المركز الثالث شاهين لزايد بن عبد الله بن راشد بن زايد اليحيائي من حل بهذا الانطلاق، وبن قضيب على المركز الرابع، ودقيقتين و12 ثانيه هو التوقيت الزمني لشرهان. تهانينا والناموس.